صرنا توأم بالحمرة. هاي للكل وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من ميبلين مكياج بنات ونجوم رمضان. معي أنا نور ستارز. نجمة اليوم هي مقدمة برامج جميلة ورقيقة وأنا متحمسة لبلش تحدي اليوم معها لأنه ميك أب هالقد قوي إله قصة وإله علاقة بتحدي اليوم. بس قبل ما ننتقل لا تنسوا تشتركوا بالقناة وهلأ خلونا نبلش بالحلقة. هلأ صرت مع ضيفتي أريد، نجمتي أريد. مرحبا. كيفك؟ الحمد لله تمام. شكرا نور كتير إنه جايبتيني معك على الحلقة اليوم. حياتي نورتيني. كيف أجواء رمضان معك؟ أوه أجواء رمضان أكل ونوم وعبايات وقهوة وحلو وطايف وسمبوسة وكل هالأكل. نرجع لفكرة حلقة اليوم. شو يا نور؟ سؤال، حبيتي هالمكياج؟ كتير حلو. كتير فرحت إنه حبيتي. تعرفي ليش؟ ليش؟ لأنه اليوم أنت حتعملي. انا رح اسويه إيه؟ على حالي إيه؟ خليني اساعدها. بتحسوا ان انا يعني بساعدها نور؟ انا ضيفتك اليوم والدنيا رمضان ورمضان كريم، حرام عليكي. اوكي انا طيبه كثير رح ساعدك شوي. بس انتوا قولوا لي بالتعليقات بتحبوا المكياج الخفيف علي ولا المكياج الثقيل، بما انه هي اول مره بتشوفوني بمكياج هيك. وهلا خلونا ننتقل لطاوله المكياج. صرنا على طاولة المكياج وفي قدامنا كل هالمنتجات اللي بتجنن من ميبلين اللي رح تساعدك انه تحطي هذا المكياج او تعملي هاللوك على وشك، لانه انا عملته باستخدام منتجات ميبلين. سو يلا خلينا نبلش. خليني اخذ نظرة بس اتأكد. اول شيء رح ابلش بالكونسيلر. انا كتير بحب هالكونسيلر لانه بقدر اعمل فيه الهايلايتنج مع الكونتورينج، انا مظبط فيه كل شيء. انا بالعاده بستخدم انستنت ايج ريوايند من ميبلين لانه كتير بحبوا هالكونسيلر، بس اليوم لحتى هيك غير استخدمت فيتمي، بس هي حزرت صح واستخدمت كمان فيتمي. هلا رح استخدم اللوز باودر تبع ماستر فيكس. طب مين قال لك انا استخدمت باودر؟ اكيد لانك حاطه ميك اب تقيل وانت عم بتحطي اي شادو. ما نزل الاي شادو تحت عيونك. هي شوفي انا اللي بحب هالباودر انه هي ترانسبيرنت، ما يعني ما لها لون، انه بتثبت الكونسيلر وبنفس الوقت ما بتعطي لون فما بتغير. يعني هاي ثاني مره يعني او ثاني منتج بتحذره صح. بداية جداً موفقة. هاي رح استخدم هالباليت The Nudes من ميبلين. دفي علي شوف. غمضي. أول شي رح أبلش ببيز شوي فاتح. والله شكلك ما هتسوي كله فاتح. أخيراً دخلنا بشي لون وأخيراً صار في لون بالآي شادو. باليت The Nudes بتجنن. سؤال الكل، انتو بتحبوا الالوان الفاتحه ولا الالوان الغامقه؟ طب بما انك عم تستخدمي الوان فاتحه خدي هايلايتر. اوكي لانه انا حطيت منه شوي باول عيني، سو فيكي تحطي كمان. هلا راح احط اللون الاسود هيك وراح احدد عند عيني انه اي شادو خفيف عشان اغمق خفيف. هلا صار دور الايلاينر. اوكي فعلا انتي مو حاطة ليكويد اي لاينر، هاي البنسل اي لاينر تاتو. ليه؟ لانه انا بحب التاتو لاينر لهيك حذرتي. قلت لك قبل الحلقة انه انا كتير حابة التاتو لاينر، بس هذا التاتو لاينر ما فيك تحطيه خفيف. اوكي شوفي بالاي لاينر انا معاكي، الاي لاينر يكون اسود اسود، واذا ما كان اسود اصلا ما بيحدد العين. هذا التاتو لاينر يعني كتير اسود وعلى فكرة ما بيسيح ولا بينزح من مكانه ولا بينقام وضد التعرق وبيدوم لفترة جدا طويلة. 36 ساعة. هاد هيني حطيته من أول مرة وبيرفكت بجنة. هلأ بدي أحط تحتاني. أشوف أنت حتى في بني وفي أسود صح. أنا أول مرة أحط أسود هالقد تحتاني مع نور ستارز وميبلي مكياج وبنات لازم التغيير. هلأ بتشوفي شو فايدة اللوز باودر، طلع ولا شيء تحت العين. تحت العين والكونسيلر زي ما هو. رح تستخدم البرونزر باليت لتحط البرونزر. اوكي هلا صار وقت الماسكارا. انا عاده بحط تو ماسكارز، لاش سنسيشنال لانه بتحدد لي الرموش، وبعديها بستخدم الكولوسال حبيبه قلبي الكولوسال عشان تعطيني فوليوم ويبينوا الرموش. وهي الكولوسال 100% بلاك.
صراحة أنا كمان أحياناً بحب إنه أحط ماسكارتين. هلا أنتوا من النوع اللي بيحط ماسكارتين ولا بتكتفوا بمسكارة واحدة؟ أنتوا أي نوع اكتبونا بالتعليقات. بس شوفي الفرق قد إيه واضح على رموشك. كأني حاطة رموش. خلاص أنا حاطة رموش صناعية. أنا كتير بحب المسكارة. يعني عادي ما أكون حاطة أي شيء ميك اب وبس حط مسكارة إنه خلاص رموش بوشي تعطيني كل اللوك. انتو لو منتج مكياج واحد بس بتكون تختاروا شو رح تختاروا؟ ماسكارا موش كونسيلر اكيد. انتو اكتبولنا بالتعليقات. وهلا وصلنا لنقطة الحمرة. طب شو اسمها للحمرة؟ Girl Power. Girl Power. هاي الحمرة هي تعاوني مع سوبر ستاي مات انك من مايبلين. هاي مات وبتضل بمكانها 16 ساعة. صرنا توأم بالحمرة وخلصت أريج اللوك. هلأ بصراحة أنا راضية عن اللوك، بحسه قريب كتير من لوك المكياج تبعي وبنفس الوقت مناسب كتير لبشرتي وستايلي ولوني عالخفيف. انتو شو رأيكم؟ هل هي زبطت اللوك؟ قديه بتعطوها من 10؟ يعني 9 5 3 2 1 0. اللي بدكم يا اكتبوا عادي، اللي بتشوفوه صحيح، يعني أنا ما بضغط عليكم. وأكيد كلكم ناطرين فقرة المسابقة لليوم، فخلينا ننقل لفقرة المسابقة. اوكي جايز، وصلنا لآخر الحلقة ولفقرة المسابقة. لتربحوا على المسابقة كلنا بتتصل علي مرة تانية ما تكرهين مليين بتقولي لي تعالي ضيفة بحلقتي مش جاي. اوكي جايز، عنا مسابقة بقيمة 2000 درهم من مكياج ومنتجات مكياج مايبلين. لتربح المسابقة كل اللي عليكم تعملوا انكم تجاوبوا على السؤال الآتي: شو الكونسيلر اللي استخدمته أريج وهي عم بتحط المكياج؟ اللي هتربحها هتكون كتير محظوظة. أريج شكرا كتير انه كنتي موجودة معي بهالحلقة. شكرا كتير إليك نور انه استضفتيني معك بهالحلقة برمضان بهاللوك الحلو والوقت الحلو اللي قضيناه سوا. Thank you so much، ورمضان كريم على الجميع، وبشوفكم ان شاء الله بالحلقة القادمة. باي باي. اذا فلتت حالي عم بعمل اشي غلط؟ لا 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 لا، تمام.